السلام عليكم جميعا. انسان طيبين، انسان طيبين، عيد سعيد علينا كلنا بقى ان شاء الله. احنا رمضان خلص خلاص. انسان طيبين، اقعد معاكم بقى. انت عايز اسال حضرتك ايه شعورك او احساسك في الماتش بتاع الهلال السوداني في السودان التاسع؟ والله يعني دوت، انا مش عايز اقول لك اليوم دوت، مش اليوم ده، كان الاسبوع كله، عشان احنا كنا معزلين قبلها بكام يوم. الناس كلها اللي موجوده مرعوبه، مش مرعوبه من الماتش، لا، احنا الماتش كده كده احنا نازلين هنكسب، بس هو التهديدات بقى اللي بتجي لك، واللعيبه اللي كل شويه بيجي له مثلا رساله انت هتتعور، انت هنضربك، انت وانت وانت، الكلام ده كله. طبعا كل لعيب بيجي له خايف لو يتعور، واحنا ماشيين رايحين التمرين مش الملعب، بس الاجواء دي كلها ما كانتش مخوفه حد ان احنا هنخسر الماتش، وكله كان خايف لو يتعور من الجمهور. لكن الماتش في الملعب اللعيبه كلها طبعا رجاله، انت بتشوفها في اي مباراه. ايه الحاجات اللي انت بتحرم نفسك منها، وايه الحاجات اللي بتاخد منها عادي، وايه الحاجات اللي نص نص؟ انا كحسين انا ما بحرمش نفسي من حاجه. انا باكل اي حاجه، اكل اي حاجه، بس طبعا بتيجي فتره اللي هو انت في وقت ما يعني في حاجات، يعني اكل مثلا معين مش هتعرف تاكله مثلا قبل المباراه. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا ممكن مكرونه بشاميل مثلا مش هتعرف تاكلها قبل المباراه، محشي. الحاجات دي كلها قبل المباراه ما ينفعش تاكلها. يعني حاجات تانيه بقى. لا، المسموح على طول بقى طبعا، يعني الاكل عادي تاكل، بس اهم حاجه تحافظ على نفسك، بس هي دي اهم حاجه. احنا كده بنحرق على طول يعني. حبيبي بجد اجواء لذيذه، والناس مودها لذيذ. اللي حاصل ده ما بيحصلش في العادي، انك تحط برومو كود اهلي 3 تكسب بلاي ستيشن، تكسب ايفون 13 برو ماكس، تكسب كحك العيد، تكسب تي شيرتس النادي الاهلي مرضيه اوريجينال. بجد جامد جدا. احنا حابين نطمن على الكابتن مؤمن زكريا، هل حضرتك عرفت اخر اخبار عنه وكده؟ والله هو مؤمن طبعا، يعني الحمد لله احسن طبعا من الاول، بس يعني اللي هو مش احسن قوي، بس اللي هو احسن. ونتمنى له طبعا اللي هو كلنا جميعا كده ندعي له كده قبل ان شاء الله اللي يرجع بالسلامه باذن الله.